بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام افتتحت الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الأكاديمية الدولية للتدريب التابعة للأوقاف. المشاركون أكدوا أن برنامج تنمية المهارات الإعلامية للأئمة سوف يعمل على إعداد إمام مهني يستطيع بلورة المعلومة بطريقة سهلة وصحيحة تتحدث عن الدين الوسطي عبر وسائل الإعلام. في ضوء اهتمام الدولة بالآئمة لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية وسبل التواصل العصري الحديث، جاء افتتاح الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للآئمة بالتعاون مع الوطنية للإعلام، والهدف إعداد إمام متميز وتزويده بمهارات التحدث الإعلامي. هذه الدورة ومثيلتها من الدورات يعني بمثابة مواكبة للتقدم العصري الذي تشهده البلاد، ستفيد الإمام بكيفية التواصل مع الجمهور وكيفية توصيل الخطاب الوسطي المستنير. وبما أن المعنى يكمن في أدوات التطوير اللازمة للأئمة في أحاديثهم عبر وسائل الإعلام، من هنا يأتي دور المتخصصين والخبراء لوضع الأئمة على طريق الإعلام المهني. يعني مش المعلومة بس الدينية اللي احنا عايزين نوصلها، لكن طريقة التوصيل والشكل العام بتاعها ازاي، وده في ضوء التطوير اللي احنا بنتكلم فيه كهيئة وطنية للإعلام وللإعلام نفسه الإعلام المتخصص. دورة في غاية الأهمية، لأنها تجمع ما بين التوجه الديني وعلوم أخرى جانبية تؤدي إلى مزيد من التنوير ومزيد من إكساب المهارات للأئمة الدعاة. دورة تدريبية هي الأولى للأئمة، تسعى الأوقاف من خلالها دعم قضايا تجديد الخطاب الديني عبر وسائل الإعلام. خطوة على طريق إعداد إمام وخطيب للظهور الجيد في وسائل الإعلام المختلفة، تأتي من وزارة الأوقاف بدورات تدريبية لتنمية المهارات الإعلامية للأئمة وتنمية قابلية في المجال الإعلامي. خطوة تأتي وفق أحدث المستجدات التي تشهدها الساحة الإعلامية، ما يؤشر إلى اهتمام وزارة الأوقاف بقطاع التدريب والإعداد. وليد هيكل، التلفزيون المصري.